خلينا اقول لحضراتكم ان طاقم التحكيم لهذه المباراه وصل بالفعل الى ملعب استاد القاهره لسه حالا دلوقتي، زي ما حضراتكم شايفين لسه طاقم التحكيم وصل حالا الى ملعب استاد القاهره، وبالتالي اذا يتبقى وصول نادي الزمالك. النادي الاهلي وصل، طاقم التحكيم وصل، ويتبقى نادي الزمالك، والمباراة متبقي عليها حتى هذه اللحظة 25 دقيقة.